ودلوقتي جه معانا مع فقره السوشيال لاب واللي بناخدكم فيها لجوله جوه اكونتس السوشيال ميديا المختلفه لواحد من النجوم. النهاردة جولتنا هتكون في أكاونت الفنانة الشابة مايان السيد واللي تألقت مؤخرا بدورها في حكاية حلم حياتي ضمن سلسلة إلا أنا. مايان السيد من النجوم اللي اسمهم دايما بيتصدر السوشيال ميديا وبتتميز بتلقائيتها وده طبعا غير نجاحها في أدوارها، وعشان كده بيتابع مايان حوالي 3,700,000 فولور على الانستجرام، وهي بتتابع 3,781 أكاونت معظمهم أصحابها وبلوجرز ويوتيوبرز ونجوم من الوسط الفني. لحد دلوقتي مايان نشرت 766 صورة وفيديو على أكاونت الانستجرام بتاعها. تعالوا نشوف ال 766 صورة دول بالتفصيل كلهم عبارة عن إيه. هم عبارة عن إطلالات ليها وصور مع أصحابها ونجوم من الوسط الفني وبوسترز لأعمالها ومشاهدها وأفلامها ومسلسلاتها. من الحاجات اللي لفتت نظرنا انها بتحب جدا الفوتو سيشن، فنلاقيها انها ناشره اكتر من 30 صوره بستايلز مختلفه ومتنوعه في فوتو سيشنز مختلفه. مايان بتحب السفر والتصوير في الاماكن الطبيعيه، عشان كده نشرت لحد دلوقتي 40 صوره ليها في الطبيعه او على البحر، وكمان بتحب تجرب تجارب جريئه جدا. من الانستغرام لتيك توك، مايان السيد من اشهر النجوم اللي بيتفاعلوا بشكل كبير جدا على التيك توك. بيتابع مايان على التيك توك تقريبا 3,000,000 متابع، وهي بتتابع 206 حققت 8,300,000 لايك. بتشتهر مايان بحبها للرقص، وعشان كده بتنشر دايما فيديوز كتير ليها وهي بترقص انواع رقص مختلفه. زي ما قلنا ان مايان بتتميز بخفه دمها، وده ظهر بشكل واضح جدا على التيك توك، ومن اكتر الفيديوز اللي حققت فيوز عاليه وحقق 10,900,000 مشاهده. قال ايه؟ قال انا عصبيه، تخيلي ما اعرفش بيجيب الاشاعات دي فين. وكمان الفيديو ده من اكتر الفيديوز اللي حصلت على مشاهدات عاليه وحقق 6,000,000 مشاهده. انا من حقي اقابل السيد المدير. اخرس يا طالب، انا عاوز اقابل انكل هنداوي. انكل ايه؟ ايه ده؟ وكمان واقف قدامي من غير كاب؟ بينعكسني شعر. شعرك؟ ايه ده؟ شعر مين يا رحمة؟ مسكوه شعرك. وكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب.